السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح اللي تم عرضها. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. وكنا اتكلمنا كمان عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم الإعلان عن الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله هيكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وكنا اتكلمنا برضو عن بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تجد فرصة عمل مناسبة ليك. وكمان عشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، خلينا نبدا على بركه الله ونتعرف على الفرصه بتاعت النهارده. هي فرصه تدريب في اليابان مقدمة من يو طوكيو، تمام؟ ويو طوكيو بترمز إلى المؤسسة المانحة وهي يونيفرسيتي أوف طوكيو. طبعا جامعة طوكيو جامعة عالمية، جامعة ليها ترتيب قوي جدا، فيعني حاجة جميلة جدا. الدولة اللي هيكون موجود فيها التدريب زي ما قلنا هي اليابان، دولة قوية جدا. طيب التدريب ده متاح لأي دول تقدر تقدم عليه؟ جميع الدول متاح ليها التقديم لهذا التدريب، أي دولة تقدر تقدم عليه من قارة آسيا، أفريقيا، أوروبا، الوطن العربي يقدروا يقدموا عادي على التدريب ده. مدة التدريب ده شهرين، يعني أنت هتاخد التدريب ده لمدة شهرين، والمدة بتاعت التدريب ده، التدريب هيبدأ من 9 يونيو حتى 3 أغسطس 2020. ودي حاجة ممتازة جدا، لأن لو أنت طالب كمان تقدر في الفرصة دي إنك تاخد التدريب عشان هتكون خلصت الدراسة بتاعتك. بالنسبة بقى للتمويل، خلينا نتكلم عن تمويل الفرصة دي. تمويلها ممتاز جدا، الفرصة دي ممولة بالكامل، كل التكاليف على جامعة طوكيو. هتاخد تذاكر طيران ذهاب وإياب بالمجان، يعني من بلدك إلى اليابان، وعند انتهاء البرنامج بتاع التدريب كمان هتاخد تذكرة عودة بالمجان. ركز معايا كمان في النقطة دي، هتاخد مرتب شهري كبير جدا وهو 250 ألف ين ياباني، بيعادل بالدولار الأمريكي 2280 دولار أمريكي. أنت متخيل حجم المبلغ ده؟ المبلغ ده عشان يغطي لك مصاريفك الشخصية وعشان يغطي لك الطعام، وكمان أنت ممكن تقدر تدخر منه جزء كبير جدا. كمان هتاخد سكن بالمجان، هيكون في سكن بالمجان ليك قريب من الجامعة. هيكون في ندوات خاصة وغداء، يعني هيكون في زي كده مناقشات واجتماعات كمان ما بين المشاركين وما بين أساتذة الجامعة، يعني هيكون جو جميل جدا. كمان هيتيح ليك الوصول إلى مرافق الحرم الجامعي في طوكيو مثل المكتبة، تعرف على مكتبة الجامعة، مراكز الرعاية الصحية، صالة الألعاب، تشارك في جميع النشاطات الموجودة في الجامعة. كمان هيكون في رحلات ممولة بالكامل هتقدمها لك الجامعة عشان تتعرف على مدن وثقافة اليابان، تكون لمدن تانية وتتعرف برضو على الثقافة اليابانية، تمام؟ انت متخيل تمويل جميل جدا. تخصصات التدريب، التدريب ده بيشمل ايه؟ يعني ايه التخصصات اللي انت ممكن تتدرب فيها في هذه الفرصة؟ قال لي بيشمل جميع التخصصات اللي بتقدمها جامعة طوكيو. طبعا جامعة طوكيو جامعة كبيرة وفيها معظم التخصصات الموجودة حول العالم، فيها تخصص الحقوق، الاقتصاد، جميع التخصصات الأدبية للناس اللي كانت بتسألني على تخصصات أدبية موجود في الفرصة دي، كمان تخصص الطب موجود، الناس اللي عايزة تتدرب في الطب، الصيدلة، الناس اللي عايزة تتدرب في الهندسة والعلوم وغيره من التخصصات كتيرة جدا موجودة في الجامعة دي، هتلاقي التخصص اللي أنت عايزه موجود إن شاء الله في الجامعة دي تقدر تاخد تدريب فيه، يعني حاجة ممتازة جدا. شروط التقديم بقى للفرصة دي، وركز معايا كويس قوي عشان شروط التقديم شوية يعني ممكن تكونش مناسبة لناس كتير. بيقول لي جميع الطلاب الدوليين من أي جنسية يقدروا يقدموا للفرصة دي، ولكن بشرط إن اللي هيقدموا للفرصة دي يكونوا مسجلين حاليا في كليات أو جامعات، لازم تكون حاليا بتدرس في كلية أو جامعة، ولازم الكلية أو الجامعة دي اللي أنت بتدرس فيها تكون بتمنحك درجة البكالوريوس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لازم حاليا تكون بتدرس درجة البكالوريوس، يعني غير متاحة للناس اللي بتدرس درجة الماجستير، غير متاحة للناس اللي اتخرجت من درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو غيره، يعني لازم فقط تكون بتدرس درجة البكالوريوس، وبأكد عليها تاني. كمان من الشروط اللي لازم تكون متوفرة إنك تكون أكملت سنة على الأقل من الدراسة في درجة البكالوريوس، يعني البرنامج قلنا هيبدأ في شهر يونيو 2020، يعني لازم في شهر يونيو 2020 تكون أنت خلصت سنة أولى على الأقل، يعني مسموح ليك تقدم لو خلصت سنة أولى، خلصت سنة تانية، خلصت سنة تالتة مسموح تقدم. كمان
من ضمن الشروط انك لازم يكون متبقي لك على الاقل سمستر واحد او ترم واحد عند العودة من التدريب. يعني لو انت هتخلص التدريب في اغسطس 2020 لازم لما ترجع يكون متبقي لك سنة واحدة او فصل واحد على الاقل. تمام، يعني ما ينفعش انك تكون خلاص دي اخر سنة ليك في البكالوريوس وتتخرج، لا لازم ترجع وتكمل دراستك، ما تكونش اخر سنة ليك. طيب ايه كمان مطلوب؟ قال لي يجب ان يكون لديك شهادة لغة انجليزية، لازم يكون معاك شهادة لغة انجليزية ايلتس او تويفل او تويك. ولكن انت معفي من الايلتس او التويفل او التويك او اي شهادة لغة اخرى دولية مطلوبة اذا كنت تدرس برنامج حالي باللغة الانجليزية. يعني انت لو درجة البكالوريوس عندك حاليا باللغة الانجليزية انت معفي من شرط شهادة اللغة الدولية. تمام، ده حالة واحدة بس، انك تكون حاليا بتدرس درجة البكالوريوس باللغة الانجليزية وبتجيب لهم شهادة بتثبت كده، بتجيب شهادة من الجامعة انك حاليا بتاخد درجة البكالوريوس باللغة الانجليزية. طيب ايه هي الاوراق المطلوبة عشان اقدم للفرصة دي؟ انا محتاج ايه؟ قال لي اول حاجة انا محتاج صورة شخصية، صورة شخصية ليك طبعا حاجة بسيطة جدا، نسخة ممسوحة ضوئيا تعمل سكان لجواز السفر او بطاقة الهوية. الناس اللي معهاش جواز السفر تقدر تقدم بيه كارنيه الكلية بتاعتك او بطاقة الهوية بتاعتك. تمام كده، مطلوب منك سيرة ذاتية اللي هو السي في، ولكن خلي بالك معايا هنا كويس قوي ان السي في هنا ما تقدرش تحط اي صيغة، هم عاملين صيغة معينة للسي في لازم تلتزم بيها. طب ايه هي صيغة السي في اللي هم عاملينها؟ هتيجي تضغط على كلمة هنا هيحمل معاك الصيغة اللي هم طالبينها في السي في، هينزل معاك ملف في شكل دوكيومنت او وورد، انت هتفتحه وتبدأ تملأ السي في او تملأ البيانات اللي مطلوبة منك هنا. طب شكل الخطاب ده او شكل الملف ده ازاي؟ قال لي الشكل ده بيكون كده، ده السي في بتاعك. بيكون مطلوب منك حاجة، اول حاجة اسمها الابليكيشن نمبر، وده الابليكيشن نمبر ده هو الرقم اللي انت هتاخده في عند التقديم في ابليكيشن احنا هنقدم عليه هنتكلم عنه بعد شويه. لما تيجي تبدا في الابلكيشن ده هيكون في رقم انت هتاخده من الرقم ده، هتاخده من الابلكيشن، الرقم ده هتاخده من الابلكيشن. تكتب اسمك واسم العائله بتاعتك، تكتب التخصص اللي انت عايز تدرسه، تكتب دي السوبرفايزر اللي انت هتختاره في الجامعه، ولكن دي ممكن تسيبها فاضيه لانك يعني هم انت ممكن تختار السوبرفايزر بتاعك الشخص اللي ممكن تعمل معاه التدريب هناك في جامعه طوكيو، او هم ممكن يختاروا لك، فدي ممكن تسيبها فاضيه عادي. هنا مطلوب منك في السي في بتاعك تكتب بقى كل حاجه عنك، مطلوب منك الماكسيمم 3000 كلمه، تكتب كل حاجه عنك هنا، تكتب خبراتك العمليه، تكتب المشاريع اللي انت عملتها، تكتب يعني التدريب خدتها، كل المكان ده تكتب فيه السي في بتاعك، يعني تاخد بيانات السي في بتاعك وتحطها هنا بشكل منظم. تمام، هنا مطلوب منك حاجه اسمها الكفر ليتر، والكفر ليتر ده بسيط جدا، هو مديك ستيبس هنا ممكن تمشي عليها، زي بيقول لك يعني انت ليه عايز تنضم ليه البرنامج في جامعه طوكيو، بيسالك ليه عايز تنضم ليه، ليه اخترت المجال معين، يعني مثلا لو انت اخترت انك عايز تعمل تدريب في الحقوق ليه اخترت في الحقوق، بتشوف الاسئله دي اللي هنا وبتجاوب عليها، حاجات بسيطه جدا تقدر برضو انك تجاوب عليها هنا. يبقى لازم تمشي على نظام السي في اللي هم عاملينه، ما تحط السي في من عندك. تمام، طيب ايه تاني الحاجات المطلوبة؟ مطلوب منك كشف الدرجات بتاعك لاخر سنة او اخر ترم انت حضرته في الكلية بتاعتك، ده بسيط جدا، بتجيب كشف تفصيلي بالمواد اللي انت درستها لاخر ترم او اخر سنة دراسية. مطلوب منك انك تعمل حاجة اسمها استبيان، في حاجة اسمها عمل استطلاع او استبيان، برضو ليه شكل معين لازم انت تلتزم بيه. عشان نشوف الاستبيان ده تيجي تضغط على كلمة هنا عشان يفتح معاك الاستبيان ده. تمام، الاستبيان ده هينزل لك في شكل ملف اكسل. تمام، هيفتح معاك بالشكل ده، ده ملف الاستبيان، برضو عندك كام سؤال كده بساط جدا انت مطلوب منك انك تجاوب عليهم. تمام، هنا مطلوب منك الابليكيشن نمبر، وده قلنا ان هو بيتاخد من الابليكيشن اللي انت هتملاه اونلاين بتاع المنحه، تكتب اسمك هنا، تكتب التخصص اللي انت عايزه اللي انت بتطمح ليه، لو اخترت مثلا تخصص اخر، يعني لو كتبت مثلا ان التخصص بتاعك اللي انت مختاره يعني تخصص غير الاختيارات اللي هم هيدوها لك زي ما هنشوف بعد شويه، تكتب هنا التخصص اللي انت عايزه، تحط الايميل بتاعك، تحط الدوله اللي انت بتدرس فيها حاليا. تمام، يعني كل البيانات دي، وتقول مثلا انت سمعت عن الفرصه دي ازاي، بيقول لك هل شاركت في مؤتمرات او تدريب قبل كده، وتحط وتملى كل البيانات دي، يعني حاجه بسيطه جدا. تمام، من ضمن الاوراق المطلوبه بقى كمان تحط الدليل على اللغه الانجليزيه من الجامعه بتاعتك، ودي كنا قلناه يا اما بتجيب شهاده اللي انت بتدرس حاليا باللغه الانجليزيه، او شهاده تويفل او ايلتس او تويك او اي شهاده دوليه هم عايزينها. مطلوب منك خطابات توصيه، تجيب اتنين من الموصين يعملوا لك التوصيه.
مطلوب منك انك تمضي على خطاب الموافقة على شروط ومتطلبات البرنامج. في خطاب كده انت لازم تمضي عليه انك موافق على كل شروط البرنامج، والخطاب ده عشان تمضي عليه الخطاب ده موجود هنا، تضغط على كلمة هنا عشان يفتح معاك الخطاب. تمام، هتضغط عليها ينزل لك فيه ملف PDF، تضغط عليه عشان تفتحه، هيظهر معاك بالشكل ده. ده الشكل بتاع الخطاب، دي البيانات، بيقول لك مطلوب منك يعني الحاجات ديت، وبيقول لك ان البيانات اللي انت هتحطها على الموقع بتاع التقديم هنديها للاشخاص المناسبين عشان يراجعوها، يعني حاجه بسيطه جدا. وفي الاخر بقى تحط الابلكيشن نمبر بتاعك اللي احنا كنا قلنا عليه، السيجنتشر بتاعك، تمام، تحط اسمك بحروف كابيتال، وتكتب التاريخ بتاع اليوم اللي انت مليت فيه البيانات. اظن الموضوع بسيط جدا. طيب كده اتعرفنا على الاوراق المطلوبه للبرنامج ده. اخر ميعاد للتقديم للفرصه دي هي 3 فبراير 2020، بس من يستحسن من الافضل انك تملى البرنامج دلوقتي عشان تضمن فرصتك احسن في القبول. هنا بقى انا حاطط لكم لينك التقديم، الابلكيشن التقديم الخاص بالمنحه، وهنا الاعلان الرسمي للمنحه. تعال نبص سريعا كده على الاعلان الرسمي للمنحه عشان نشوف ايه المطلوب فيها. هتلاقي كل البيانات هنا، كل البيانات بتاعت المنحه هنا. بيقول لك ان التقديم حاليا مفتوح للمنحه، بيقول لك يعني التقديم فتح 1 نوفمبر هيخلص فيه 3 فبراير 2020. بيقول لك لو عايز تعرف اكتر عن البرنامج، ده تفصيل البرنامج مطلوب منك ايه. بيقول لك لو عندك اسئله او دي بعض الاسئله الشائعه عن البرنامج، يعني كل التفاصيل بتاعه البرنامج هتلاقيها موجوده هنا. تمام، طيب ايه تاني؟ خلينا بقى دلوقتي نتعرف على طريقه التقديم للمنحه دي. ازاي ممكن نقدم للمنحه دي؟ هتيجي تضغط على قدم الان وابلاي ناو عشان تفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم هيظهر معاك بالشكل ده. اول حاجه مطلوب تحط الاي دي بتاعك والباسورد. طب ايه هما الاي دي والباسورد؟ الاي دي والباسورد انت بتحصل عليهم لما بتسجل على الموقع بتاع الجامعه او الفرصه. بعد كده بتاخد الاي دي والباسورد وبتخش بقى تملى بقيه البيانات في الابلكيشن. طب انا كمستخدم جديد ما عنديش اي دي وباسورد، اعمل ايه؟ هتيجي تروح عند كرييت نيو اكونت وتضغط عليها. تمام، هنا هيطلب منك انك تحط الايميل بتاعك، وهيبعتوا لك رساله على الايميل بتاعك فيها لينك كده. في اللينك ده انت هتستخدمه عشان تطلع بيه البيانات بتاعتك اللي هي الاي دي والباسورد. تمام، هنا هتكتب الايميل بتاعك، اكتب الايميل بتاعك يكون مظبوط، وبعدين تضغط على كلمه كونتينيو. لما تضغط على كلمه كونتينيو هتجيلك رساله على الايميل بتاعك بالشكل ده. الرساله هتكون بالشكل ده، رساله فيها اللينك ده، هتضغط عليه عشان يفتح معاك صفحه تانية وتملى بقيه البيانات فيها. دي الصفحة اللي هتظهر لك بعد كده، موجود عندك الايميل اللي انت هتحطه. تمام، اللي انت المفروض جات لك عليه الرسالة، وهتحط هنا اسمك واسم العائلة وكده، البيانات بتاعتك هنا، اسمك الشخصي، وهتحط الجندر بتاعك، تحط تاريخ ميلادك، تعمل باسورد. تمام، يعني تكتب زي سؤال كده، سؤال شخصي، عشان لو انت نسيت الباسورد او حاجة، فمثلا بيقول لك ايه اول آلة مثلا انت استخدمتها في الهاي سكول بتاعتك. تمام، فبتكتب اي اسم مثلا، بيانو مثلا، تحتفظ بالاسم ده. بعد كده بتقرا الشروط هنا، وبعدين بتعمل اجري، بتضغط هنا، وبعدين بتضغط على ريجستر. تمام، لما بتضغط على ريجستر بيظهر لك بعدها رساله فيها الاي دي والباسورد بتاعك، يعني بيظهر لك في نفس الصفحه، ما تقفلهاش، هيظهر لك الاي دي والباسورد بتاعك. طيب انا دلوقتي خلاص ظهر عندي الاي دي والباسورد، اعمل ايه؟ هكتب الاي دي هنا، واكتب الباسورد هنا، واضغط على كلمه لوجن عشان يفتح معايا الابلكيشن اللي المفروض هملاه، الابلكيشن الخاص بالمنحه. تمام، الابلكيشن بسيط جدا، ان شاء الله مش هياخد معاك وقت. ده الابلكيشن اللي هيظهر لكم. طبعا الصفحه دي مش هتظهر لك اول ما تفتح، تمام، بس انا عشان اوريدي يعني سجلت وحطيت بيانات عشان اقدر اشرح لكم اكتر الموضوع، فظهرت لي دي. طيب انت مطلوب منك ايه؟ اول حاجه تروح تضغط من الجنب من هنا على كلمه بيرسونال انفورميشن، وتملى البيانات المطلوبه منك. مطلوب منك هنا فورم 1، فورم 2، فورم 3، فورم 4، وبعدين تحط الملفات او الاوراق المطلوبه منك. طيب لازم تملى الفورمات دي. اول فورم مطلوب منك البيانات اللي انت كنت حاططها اوريدي موجوده، يعني دي البيانات اللي انت كنت كتبتها من شويه، قلت تكتب اسمك والجندر بتاعك وتاريخ ميلادك، هتلاقيهم موجودين. تحط سنك هنا، تحط الجنسيه بتاعتك، لو عندك جنسيه تانية تحطها، تكتب العنوان الحالي بتاعك، لو عندك عنوان مؤقت انت مقيم فيه تكتبه، ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي، تكتب في حاله عدم التواصل معاك على العنوان ده تحط عنوان شخص يكون قريبك مثلا، والدتك، والدك، اي حد تعرفه، عشان يتواصلوا معاه في حاله اذا هم ما يقدروش يوصلوا لي. تمام، يبقى انت كده مليت الفورم رقم 1. تضغط على الفورم رقم 2 عشان تملى البيانات المطلوبه فيه.
في الفورم رقم 2 مطلوب منك خلفيتك التعليمية، انت حاليا بتدرس ايه، الدولة اللي انت بتدرس فيها حاليا، تمام، تكتب العنوان الجامعة اللي انت بتدرس فيها، اسم الجامعة اللي انت بتدرس فيها، مثلا على سبيل المثال كلية الحقوق، كلية الطب بتكتبها هنا، تكتب التخصص بالظبط جوه الكلية اللي انت بتدرسه، البروجرام اللي انت بتدرسه، هل بكالوريوس ماجستير دكتوراه، وتحطه انت في سنة كام دلوقتي. مثلا لو اخترت البكالوريوس يبقى انا مثلا في السنة الثانية بكالوريوس، بيقول لك لما تيجي للتدريب هتكون في درجة ايه، تقول لهم مثلا درجة البكالوريوس، بيقول لك لما توصل لجامعة طوكيو وتبدأ التدريب وتخلصه، بعد لما تخلص التدريب وترجع لبلدك هتكون في السنة كام، تقول لهم مثلا هروح للسنة الثالثة مثلا. بيقول لك انت متوقع تاريخ التخرج بتاعك امتى، ممكن تتخرج في 2021 2023 هكذا، يعني تكتب التاريخ المتوقع للتخرج. وهنا بيقول لك لو بتعرف اي حد في الجامعة، منسق مثلا بتعرفه في جامعة طوكيو تكتبه، خلاص الجزء ده انت متعرفش حد فيه بتسيبه فاضي. مالينا الفورم رقم 2، تخش على الفورم رقم 3 عشان تملى البيانات اللي فيه. هنا بيقول لك خلفيتك التعليميه السابقه، ولازم تعمل معاها خلفيتك التعليميه الحاليه. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي في الفورم رقم 2، هنا الفورم رقم 2 كنا كتبنا فيه خلفيتنا التعليميه الحاليه، هنا برضو هتكتب خلفيتك التعليميه الحاليه، الدرجه اللي انت بتدرسها حاليا، تمام، وتكتب اسم المؤسسه اللي انت بتدرس فيها، ولو انت درست قبل كده، يعني درست كورس قبل كده، او خدت مثلا بكالوريوس قبل كده، او درست دبلومه، تكتبها هنا في رقم 2 education رقم 2، ولو عندك كورس تاني اخدته، او مثلا درجه بكالوريوس اخدتها قبل كده تكتبها برضو هنا، ولكن الاول هنا لازم يكون درجتك الحاليه. تمام كده الفورم رقم 3 خلاص. تخش على الفورم رقم 4. الفورم رقم 4 هو اللي فيه اثبات اللغه بتاعتك، بيقول لك هل بتعرف اللغه اليابانيه، فتختار انا مستواي فيها كويس، انا مستواي فيها ضعيف، انا ما اعرفهاش خالص، يبقى تضغط مثلا على الجزء ده. بيقول لك مستواك في اللغه الانجليزيه، هل انت نيتيف سبيكر، يعني لغتك الام هي اللغه الانجليزيه، ولا انت معاك امتحان من الامتحانات دي، وايه الدرجه بتاعتك فيه، يعني معاك توفل اي بي تي تكتب درجته، معاك ايلتس تكتب درجته، معاك تويك تكتب درجته، كامبريدج انجلش تكتب درجته، هكذا. ولو انت بتدرس حاليا في تخصص باللغه الانجليزيه بتكتب نون نيتيف، بس انا بدرس حاليا في جامعه باللغه الانجليزيه. تمام ده بالنسبه لاثبات اللغه. هنا في الجزء ده الخاص بالتمويل بيقول لك يعني انت حاليا في دولتك دلوقتي بتاخد تعليمك ازاي، يعني مين اللي بيمول التعليم بتاعك، هل انت واخد منحه في بلدك، ولا مثلا عندك املاك بتدفع منها التعليم، ولا عندك اقارب هم اللي بيمولوك، مثلا والدك والدتك، ولا مين اللي بيمول لك التعليم. لو اخترت رقم واحد يبقى تكتب هنا المبلغ الاجمالي للاملاك اللي انت عندك، تمام، هنا الاملاك اللي عندك، يبقى بتكتب المبلغ بتاع اللي انت يعني المفروض بتستخدمه في الدراسه كل شهر. لو عندك مثلا والدك او والدتك يبقى مثلا تقول هو بيصرف عليك كام بالين الياباني في الشهر مثلا، تمام. ولو اخترت رقم 2 يبقى تكتب بيانات الشخص اللي هو بيصرف عليك. لو اخترت رقم 3 ان انت اخدت منحه يبقى لازم تقول المؤسسه اللي مدياك المنحه. لو اخترت رقم 4 ان في مصدر اخر هو اللي بيمولك يبقى لازم تكتب التفاصيل المصدر الاخر. ولكن اذا اخترت رقم 1 يبقى 2 و3 و4 ملغيين، ما تكتبش فيهم اي حاجه. هنا بالنسبة للحالة الصحية بتاعتك بيقول لك الحالة الصحية بتاعتك، هل انت عندك مرض او حاجة، لو ما عندكش اي مرض تكتب نو على الحالات دي كلها. كده بقى انت خلصت الفورم رقم 4، بتخش على الملفات اللي مطلوب انك تحملها. الملفات اللي مطلوب انك تحملها هي الصورة الشخصية، مطلوب منك صورة شخصية هنا، تمام، ومطلوب منك صورة جواز السفر. بتعمل تشوز فايل، بعد لما بتختار والتشوز فايل بيطلع لك هنا، بتيجي عند كلمة ابلود وبتضغط عليها عشان تحمل ايه الوثيقة اللي انت عايزها. تمام كده يبقى خلصنا من الجزء الاول. طب ايه الجزء التاني؟ الجزء التاني بقى بعد لما بتخلص الجزء الاول اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، هيظهر لك حاجة هنا كده اسمها بروجرام سيلكشن، هتضغط عليها عشان تختار الحاجة اللي انت عايز تعمل فيها التدريب. نضغط عليها عشان يدخل لي لمرحلة اختيار التدريب. هنا بيقول لك ان الجامعه طوكيو بتقدم كذا برنامج، ولكن البرنامج اللي احنا عايزين نستهدفه ونقدم ليه هو اسمه يو طوكيو. يبقى انت مالكش دعوه بكل الكلام ده، انت ليك دعوه بيو طوكيو بس. هتيجي تضغط على ابلكيشن، تمام، عشان يفتح معاك المطلوب. بعد كده المطلوب برضو حوالي 3 فورمات هنا، وتحمل، وبعد كده يبقى انت خلصت التسجيل. هنا بيقول لك اختار التخصص اللي انت عايز تعمل فيه التدريب. عندك بيقول لك كذا كليه، كلية الحقوق، الاقتصاد،
التربية، العلوم، كلية الطب، كليات كتيرة جدا، تمام؟ فأنت بتختار الحاجة اللي أنت عايز تدرسها، ولو الحاجة اللي أنت بتدور عليها مش موجودة هنا ممكن تختار أزر، وبعدين تكتب أنت عايز تعمل تدريب في إيه. يعني مثلا تخصص مش موجود مثلا في القائمة دي، بتكتب بتضغط على كلمة أزر وتكتب لهم أنا مثلا عايز أعمل تدريب في التخصص ده، والتخصص ده بتكتب فيه التخصص الفرعي اللي أنت عايز تعمله. يعني لو مثلا أنا عايز أعمل في الهندسة، تمام، لو اخترت مثلا انجينيرنج، يبقى انا اكتب لهم في الجزء ده اللاب مثلا، او الحاجه اللي انا عايز اعمل فيها التدريب، ايه الكورس بالظبط في الهندسه اللي انت عايز تعمل فيه التدريب، مثلا هندسه مدنيه ولا معماريه ولا هندسه كهرباء، يعني بتعمل حاجه كده الفرع الرئيسي في الهندسه اللي انت عايزه. بيقول لك عايز تحضر من امتى لامتى، تاريخ الدراسه اللي انت عايز تدرسه، طبعا زي ما قلنا البرنامج من 9 يونيو لحد 3 اغسطس، فانت بتختار من المده دي. بعد لما بتخلص الفورم الاول ده بتخش على الفورم الثاني، والفورم الثاني برضو بسيط جدا، ده ما فيهوش حاجه. لو بيقول لك هنا لو عندك كومنت، يعني لو عندك معلومات اضافيه انت عايز تضيفها للناس اللي هتراجع الابليكيشن بتاعك، ممكن تعمل كومنت واحد، كومنت اتنين، تلاته، اربعه، يعني تحط تعليقات ليهم، حاجات اضافيه ممكن تزودها عن نفسك فانت تحطها. لو ما عندكش اي حاجه ممكن تقولها خلاص، يبقى تعمل سكيب وتخش على الفورم الثالث. الفورم الثالث بقى هو بالنسبة لخطابات التوصية، وخطابات التوصية هنا اونلاين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كالعادة زي ما بنقول كل مرة، ان انت هتحط بيانات الشخص اللي عمل لك التوصية، تكتب اسمه، تكتب المؤسسة اللي هو شغال فيها، تحط الايميل بتاعه، تمام؟ وبعد لما بتعمل الكلام ده كله، بتحط بياناته، بتضغط على كلمة سند للشخص الاولاني اللي هو هيعمل لك التوصية، فبيوصل له رسالة في الايميل بتاعه اللي انت هتحطه هنا، في طلب كده هو المفروض يملاه ويبعته تاني للجامعة، تمام؟ وده اللي هو الشخص التاني اللي عمل لك التوصية، تكتب برضه بياناته وبعدين تضغط على كلمة سند، وبكده يبقى انت خلصت من التوصية. بعد كده بقى تخش لآخر خطوة اللي هي المعلومات او الملفات، باقي الملفات اللي انت محتاج تحملها. وايه هي باقي الحاجات اللي انا محتاج احملها؟ السي في اللي احنا كنا قلنا عليه، وتحمله بنفس الصيغة اللي احنا اتكلمنا عليها. الاستبيان اللي احنا كنا قلنا عليه، وتحمله برضو بنفس الصيغة، تملاه وتحمله هنا. كشف الدرجات تحطه هنا. الخطاب اللي احنا كنا قلنا عليه، خطاب التعهد بالالتزام بمتطلبات المنحة، تحطه هنا. إثبات اللغة الإنجليزية تحطه هنا، تمام؟ ويبقى انت كده حطيت كل الأوراق المطلوبة منك. بعد لما بتخلص البيانات دي كلها، كلمة سبميت بيج دي بتظهر لك كده بارزة، وبعد كده بتضغط عليها، وأول ما بتضغط عليها يبقى انت كده سجلت للفرصة. طبعا الابلكيشن احنا قلنا متقسم على جزئين، اول حاجه البيرسونال انفورميشن، وتاني حاجه البروجرام سيلكشن، تمام؟ يبقى لازم تملى الجزئين. الابلكيشن بسيط ما فيهوش حاجه، وخلي بالك احنا كنا قلنا في حاجه مطلوبه منك، في مثلا السي في مطلوب منك انك تحط الابلكيشن نمبر مثلا. ايه هو الابلكيشن نمبر؟ الابلكيشن نمبر هو ده، بيظهر لك هنا من الجنب ده. يبقى انت لو عايز تحط الابلكيشن نمبر هتلاقيه هنا، تمام؟ يبقى الفرصة ممتازة جدا، ارجع تاني واكد انها بتدي مرتب شهري 250 الف ين ياباني، بيعادل 2280 دولار امريكي، مرتب كويس جدا، شاملة سكن، تذاكر طيران، رحلات، كل حاجة شاملها الفرصة دي، وفي اي تخصص انت عايزه ممكن تعمل فيه التدريب من خلال الفرصة دي. الفرصة دي ممتازة جدا، اتمنى تكون عجبتكم، وان شاء الله بإذن الله موفقين ومقبولين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.